الخبر الاول اللي عدنا عن محمد جواني ودخوله للمستشفى. طبعا بالنسبه لسنو عن السبب، فمريم اللي هي تصور وياه مقاطع واحده من الفريق دخلت المستشفى وهي مريضه، فجواني نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي كان بيه مريم بفراش مال المستشفى، وكان كاتب على هذا الستوري: الحمد لله على سلامتك مريوم، لحد يخاف صارت في خير والحمد لله، فمعافاه والله يشفيها يا رب. ولا تنسون يا حبايب انه تدعون لها بالكومنتات. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عدنا هو نورمار، فنور نزل على حسابه بالانستغرام شوية ستوريات، وهذه الستوريات أعلن من خلالها إنه هو حالياً يصور مقطع الباكر وبسبب منايمين إلى الآن، وطبعاً بنفس الوقت أعلن إنه حينزل مفاجآت خرافية راح تكون نارية. شوفوا الستوري. مع إني نام وفياته وطلعنا ورجعنا، بس راح تعرفوا ليش الله نايم، راح تعرفوا مع الأيام الجاية، جهز مشارات قوية. اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو جواني، فجواني نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات واللي حمس بها المتابعين للمفاجآت اللي راح يسويها رمضان. طبعا بنفس الوقت اعلن انه حينزل مقطع يوم السبت اللي هو يحلق به لحيته. شوفوا الستوريات. انا اليوم عندي تصوير حلقتين، الحلقه الاولى هي برنامج رمضان مع اشخاص كثير بتحبون، راح حنجهزه من هلا لرمضان، والحلقه الثانيه هي حلوين. جواني تحمسنا من هلا، لسه في شهرين، اوكي استنوا، خلاص استنوا في شيء نار عم بجهز لكم اياه، لانه باذن رب العالمين رح نعمل شيء كثير مختلف عن كل اليوتيوبر. الخبر الثالث اللي عدنا عن فضيحه انس الشايب والاشياء اللي يسويها ويا اخو زاد 18. طبعا بالفضيحتين السابقين اللي عرضت لكم اياها كان بها انس الشايب يجي يسوي ويا اخو يسوي ويا اشياء زاد 18، ولكن هذه المره يا حبايب صار العكس، فانتشر واحد من الفيديوهات على التيك توك كان بها واحد من الاشخاص يجي يسوي ويا انس الشايب. الصراحه الفيديو كلش قليل ادب، ما اقدر احطكم اياه بالكامل همين، راح انزل لكم اياه بعدين على واحد من المواقع، ولكن احذركم حاليا راح احط لكم لقطه بسيطه من الفيديو. زاد 18 زاد 18 زاد 18 زاد 18 عشان يوصل لك كويس. صراحة فعلا ما اعرف شو اقول، الموضوع جدا صدمة. تبون يا حبايبي بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر وشنو رايكم بعد ما عرفتوا انه انس شايب مو رجال وش صار بيه. الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم المتابعين على بيسان وانس الشايب، فبيسان وانس نزلوا على حساب انس الشايب بالتيك توك هذا المقطع. طبعا لو تدخلوا على المقطع وتدخلوا بيه على التعليقات راح تشوفون انه كل التعليق مكتوب عليه جيش مملكة القصاص، واللي يكشفون حقيقة انس الشايب انه هو مو رجال، وطبعا شوية من المتابعين نارين بيوتي يتهجمون على بيسان وانس. مثل ما تعرفون انه بيسان حاليا ما تحكي ويا نارين بيوتي، اكو مشكلة بيناتهم بسبب مون فلوجز، الشيء طبعا قناة مملكة القصاص فاكو مشكلة حاليا بينها وبين بيسان اسماعيل، هم متهجمين عليه وسابين وكل الكلام. فكتبوا لي يا حبايبي بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر، هل يستحقون التهجم اللي تعرضوا له او لا. الخبر الخامس اللي عدنا عن احمد ابو الرب، واخيرا نزول اغنيته الجديده واللي كانت بعنوان كشه، وقال اغلب استماعها كان واضح عليه ان هي كان ديستراك على نور مار ونور ستار وحتى ريدر. راح اشرح لكم الديستراك، خلينا نبدا بريدر وخلينا نسمع شنو قال عليه. بيحكوا لي كشه ما بمشط، بالكشه جبت 10 مليون على السطوح وما بخطط، راس التمره بيحكي عني راس العبد، هو بيعرف شي نام غير ليشغل اغنيه الهبد. طبعا هنا كان يقصد ريدر واللي شبهها براس التمر، اللي يقول عليه راس العبد واللي هي اغنيه ريدر اللي كان ديستراك على احمد ابو الرب. شوف هذه اللقطه. اما بالنسبه لنور مار ونور ستار خلينا نسمع شنو قال عليهم بالضبط. حطيتك براسي واكلت بلوك، لو انت البنت الصح مش حتسمعي كي بوب، طول ما احنا سوا ما في تنزل تيك توك، بحكي عن شعري خريس وهو شبه سبونج بوب. وهنا يقصد اغنيه نور مار اللي هي حطيتك براسي، واغنيه نور ستار الاثنين اغنيه بلوك واغنيه البنت الصح، هذا صار يحكي على التيك توك وبعدين شبههم بسبونج بوب. وانا حابب بالكومنتات تقييمكم للاغنيه اللي سمعها، شركم بالدس اللي كان على نور ستار وعلى نور مار وحتى ريدر، ولا الاغنيه عجبتكم او لا. وبصل يا حبايب هنا وصلنا لنهايه المقطع، قبل ما ننهي المقطع رابط قناه عمار راح احطكم اياها بالوصف، بقل شوي يوصل 10000 مشترك، خلينا وصله لانه اليوم راح ينزل لنا مقطع ثالث راح يكون ناري على انس الشايب.